ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأماجد، إن المتأمل اليوم في حال أمة الإسلام يرثى لأمرها ويبكي لحالها. أجل، إن العين لتدمع والقلب ليحزن، كيف لا، والتمزق ينخر فيها، والفرقة تدب في الصفوف، والوهن أشرب في القلوب. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل فيهم يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر بذاك. نرى في الأمة اليوم من يتسلل لواذا بقيل وقال، يفعل ذلك جهارا لا يتقي الله. لقد وظفوا ألسنتهم في هدم الأمة والتفريق بين الإخوة الأحبة، أطالوا ألسنتهم في إغضاب خالقهم ومولاهم سبحانه. فاحذروا يرحمكم الله من آثام اللسان، فإنها كثيرة تؤدي بأصحابها إلى ما لا يحمد عقباه. فاللسان نعمة من نعم الله عليك، فوظفه فيما يرضي الله، تثاب على ذلك وتؤجر. واحذر الحذر الشديد من أن تجعل اللسان وأن تستعمله فيما يغضب الله جل وعلا، فإن ذلك سبباً رئيساً في دخول جهنم. إن ذلك يؤدي بصاحبه إلى غضب الله وسخطه. أيها الكريم، كم بهذه الألسنة عبد غير الله جل وعلا وأشرك به سبحانه ما لم ينزل به سلطانا. كم بهذه الألسنة حكم بغير حكمه جل جلاله. كم بهذه الألسنة أدميت أفئدة وقرحت أكباد. كم بهذه الألسنة تقطعت أرحام وأوصال تحطمت. كم بها تفرقت القلوب، وكم بها نزفت الدماء، وكم بهذه الألسنة كانت سبباً رئيساً في قتل الأبرياء. كم بها عذب المظلومون. كم بهذه الألسنة التي كانت سبباً أن طلقت نساء بريئات، وهدمت أسر، ونهبت أموال، وبها قذفت المحصنات. بهذه الألسن ضاعت الحقوق والأمانات. بهذه الألسنة ارتكبت المهلكات وكبائر السيئات. وبسبب اللسان أغلقت الأبواب، ورفعت الأرزاق والخيرات والبركات. بسبب الألسنة حرم الخلق من فضل الله ونزول الرحمات.
هذه الخطبة التي ألقيها على مسامعكم أيها الإخوة الكرام هي إلى الحاصدين بألسنتهم الذين لا يراقبون الله ولا يتقونه سبحانه في عباده من إخوانهم المسلمين والمسلمات. هذه الخطبة ننصح بها أن يعودوا إلى ربهم وأن ينتبهوا إلى أمرهم، فالأمر خطير والعذاب عسير، والله رقيب على ما يقولون بأفواههم. قال عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالرقيب ملك يرقبه، والعتيد حاضر عنده، فالكلام مسجل لك أو عليك، فإن كان من رضوان الله فهو لك وأبشر وأسعد، وإن كان من سخط الله فهو عليك. والآن أقول لك قبل أن تتكلم، قبل الكلام أنت في أمان وأنت في سلام، لا شيء عليك. قبل أن تتكلم انظر، قل: هذا الذي أتكلم به هو لي، هو علي. فإن كان لك تكلم به، وقل: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لك، تؤجر وتثاب، وهو في ميزان حسناتك، وهو من رضوان الله. الثاني فيه من الحرام والآثام ما لا يعلمه إلا الله، فهذا عليك. فالأول قل به وأنعم، والثاني أسكت قبل أن تندم. فأنت في أمان وسلام قبل الكلام، لكن بعد الكلام إن كان من أطايب الكلام فأنت إن شاء الله من السعداء عند رب العالمين، لكن الكلام إذا كان فيه الخبث والفسق والمجون والسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة واللمز والهمز وشهادة الزور والبهتان والقذف وغير ذلك، فهذا عليك يكتب ويحفظ ويسجل ويدون وينسخ، ثم تقف بين يدي الله لتجيب عن كل كلمة كانت عليك، لأن التي لك أنت أجرت عليها، لكن الآن التي عليك وهي حقوق الناس. تنبه، الكلام الذي يقال في الغير هذه حقوق الآخرين، كاين بينك وبين الله، الله يسامحنا وإياك على ذلك. لكن إذا كان الكلام عن الآخرين بكذب بزور ببهتان بقذف فهذا حقوق الناس، ولن يتم الأمر يوم القيامة إلا بالقصاص. سنختصم عند الله، وكل يدلو أو يدلي بحجته وببرهانه ويجادل. تعرف من يجادل؟ يجادل الله ويدافع عن نفسه. أين هذا الكلام؟ تعالوا بنا إلى سورة النحل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فإذا قلت فلان فاسق سجل هذا الكلام، وإذا قلت فلان مبتدع كتب هذا الكلام، وإذا سببت شخصا، لعنت، قذفت، زورت، بهته، هذا كلام مكتوب الآن. مات الرجل
ومات الذي تكلم فيه، سيجتمعان عند الله، والله يسأل هذا الذي ذكر هذا الكلام، ولابد هو يدافع عن نفسه، هات البرهان، هات الحجة، دافع عن نفسك، سلك روحك يوم القيامة، والله يسألك هذا كذاب، هذا فاسق، هذا ملعون، هذا فيه، هذا قال، وأنت تدافع عن نفسك، خصومة يوم القيامة. وباش تخلص؟ أنا واحد في الدنيا يقول له دير وانا هنا واجد، يطلبوا لك 400 نعطي لك، يطلبوا لك 600 مليون نعطي لك، نخلص خلص. بصح اللي هي لا درهم ولا دينار، اللي هي بينك وبين الخصماء كاين الحسنات وكاين السيئات، اللي سبيتهم تعطيهم الصوارد يوم القيامة، تعطيهم أموال تقول لهم هاكوا واعفوا عليا، الجواب لا، يوم لا يكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. يتعرى الإنسان يوم القيامة من حسناته، تعرف شكون يعريوه؟ الخصماء، يقول له ربي هذا سبنا، هذا شتمنا، هذا كذب علينا، هذا قال فينا البهتان، هذا قال فينا الزور، هذا اتهمنا، هذا صنفنا، هذا أساء الظن فينا. عم يذكروا واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة عشرة مئة، هذو كانوا يذكروا. الآن وش لازموا يمد باش يخلص، باش يسلك، باش يسلك بين يدين ربي، يبدأ يسلكهم، تعرف باش الصلوات اللي كان يصليها والزكاة اللي كان يزكيها والصوم والحج والقرآن والصدقات والبر والمعروف والإحسان، وهو يخرج والناس يطلبوا أصحاب الحقوق خصماء. الآن فنيت حسناته وما زال جاء واحد أخرين، وش يصرى؟ ينحي لهم رب العالمين من سيئاتهم ويعبيها على ظهره، قال فطرحت عليه، فطرح في جهنم. كاين واحد الكلمة نقولها من ذاك تكون مناسبة هكذا، هذا حاله، يقولوا في العامية الجزائرية هذا يخدم مع الرجال، تشوف ناس في ديارها مع أزواجهم هم يتغداوا، صلوا وهم يذكروا، وهم قاعدين يديوا في الحسنات وربي ينحي عليهم السيئات، هما قاعدين في ديارهم يدوا في الحسنات أو يتغدى، بسم الله أو يتغدى. ناس راهي تعطيله في الحسنات وتنحي عليه السيئات بالبارد، غنيمة باردة. يأتون يوم القيامة مفلسون بين يدي الله، معريين ما عندهم شيء. أين هي صلاتهم؟ أعمالهم الصالحة أين هي؟ ذهبت. شكون داها؟ شكون دا حسناتهم؟ الخصماء. أيها الإخوة الكرام، تعالوا بنا جميعا لنعيش مع آيات الله البينات الواضحات، وهي تأمر وتنهى، فيه أوامر وفيه نواهي، ومع أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ترهب هذا وترغب ذاك، تتوعد بالعذاب الأليم من أطال لسانه فيما حرم الله. يقول الله جل جلاله في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولا. بنسقسيك اللسان والكلام، لسان زيدوا الكلام نعمة من الله، بدليل كاين اللي عنده لسان ولا يتكلم. ربي أكرمك بهذه النعمة أنت ليك تتكلم، وربي حرم بها آخرين. فاللسان اللسان نعمة، والبصر نعمة، والسمع نعمة. هذه النعم توظف وتستعمل في مرضاة الله أم في سخطه؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما عصي الله إلا بنعمه. كي تشوف المعاصي نتاعنا باش نعصي ربي بالنعم اللي أعطانا، هو أعطانا النعم وحنا نعصيه بالنعم نتاعه سبحانه لا إله إلا هو. ومن سورة النور قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهذه الجوارح الآن في الدنيا الجوارح ما يشتهدر، العين والسمع واليد والقدم هي لا تتكلم، لكن يوم القيامة ستتكلم وتشهد. والإنسان كي يشوف الجوارح بدأت تهدر يقول لهم: سحقا لكنا عن كنا كنت أناظر، عليكم كنت ندير الشهادة. فيتعجب لجوارحه وهي تشهد عليه، وقالوا لجلودهم وجوارحهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قل واش تحب، كانش مشكلة شيخ، قل ما بدا لك، سب كيما حبيت وعير كيما حبيت وصنف كيما حبيت، ارضى عمن تشاء واسخط عمن تشاء، وقل بلسانك ما بدا لك. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والله ما نجاوبوك، أنا نقسم لك بالله فوق، والله ما نجاوبوك، والله ما نرد عليك، برزانة تتبع الصوف والشغل المليح يطول، لا تعجل، كل حاجة داير لها ربي وقتها وداير لها زمانها وداير لها مكانها، لا تعجل. لا يهولنك الأمر، ما تتهولش، أصبر، وما صبرك إلا بالله، لا تحزن عليهم، لا تكن في ضيق مما يمكر. ضاقت عليك الأرض، قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. قبل الغروب عند الفجر سبح ربك العظيم، تسلية لقلبك، تسلية لهمومك وأحزانك مما أصابك من الخلق وهم كثر. إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك من صدق الإيمان، إن ذلك من الثبات على دين الله. بالعقل، لا تقلق. يقول الله جل جلاله: ويل لكل همزة لمزة. تتحرك الكتيبة، تهدر الكتيبة، تشير بعينك. واحد كيفاش نمثل لكم، تغمز على واحد تشير عليه شرة، كتيبة، كلمة كبيرة كتيبة، وكلمة صغيرة كتيبة، أي كلمة كتابة. دبر راسك، سلك روحك باش تتربى وتتأدب واش تخرج من لسانك. وحاجة نقولها لك،
بالك برك حجتك تكون ضعيفة يوم القيامة. احنا كنا هكذا صغار وشباب، شفنا فيلم الرسالة، تذكرونه فيلم الرسالة؟ الملك انت على الحبشة، عمرو بن العاص قال له هذا دار 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 دار، قال حجتكم ضعيفة. بالك برك حجتك تكون ضعيفة، نهار توقف عريان وتتلفت منها ما كاش، وتتلفت منها ما كاش، بالك برك إياك مما يعتذر منه. تعرف علاه؟ باش ما تطلقش لسانك، ولسانك ثعبان عقرب ثعبان، إذا طلقته السم نتاعو راح يولي عليك، احفظ لسانك. والراجل هذا، الراجل هذا هو راجل، هو راجل، هو راجل، هو رجل، وين تروح الرجولة نتاعو؟ إذا فقد الميزان في لسانه غابت رجولته. تيجي طبطب عليك وعباك، يجي طبطب عليك واحد، السلام عليكم، انت اللي هدرت عليا البارح في القهوة، قلت لهم لا لا، شكون قال لك؟ علاش كتكذب؟ شتو هو راجل، شوف شحال ولا صغير، شوف انت هدرت عليا البارح، لا لا بصح كاين جماعة دوك نجيبهم لك، لا لا استنى ما تقلق، لا لا دوك نجيبهم لك، يموت يولي كذا، يولي يحلف وهو كاذب، قل لا لا والله انا ما قلت، لا لا هما فلان جبد، لا علاش علاش صغرت؟ خي انت لسانو ردو كي تقول راجل، كي تقول فلان راجل، قال له عمر بن الخطاب قال له هذاك راجل وهذاك تاوياه، تعاملته بالدراهم، أعطيت له وعطالك، تاجرت بيناتكم، قالوا لا لا، خاش اليوم الرجال رجال، كي يولي التيكي يقول له رجال، ماني عارف واش راني نقول لك. وشرح الواضحات، كان الشيخ اللي قرينا، الشيخ من الزيتونة كان يقرني الفقه المالكي ويقرني المواريث، وكنا نسألوا واحد الأسئلة هكذا نحب نخلطوا وإحنا شبانك، تعرف كي يكون إنسان صغير، كان يقول الشيخ يجاوب يقول شرح الواضحات من الفضيحات. قال له عمر بن الخطاب قال له فلان راجل، قال له تعاملت وياه، قال له ما تعاملتش معه أروح، قال له فلان راجل ركبت السفر ورحت سافرت مدة نتاع أسبوع ولا شهر، قال له أودعت عنده أمانات وخليت عنده شيء، قال له كيفاش تجي لي لهذا المجلس وتشهد باللي فلان راجل؟ اليوم الناس معظمهم كتاتا كتاتا، تعرفوا التاتا في رمشة عين تتحول لسبعين لون إلا من رحم الله، مش تقول هذا راجل هذا راجل. ولهذا التزكية نتاع ربي البعض من خلقه الحمادون الذاكرون الشاكرون العابدون الراكعون الساجدون الحافظون لحدود الله عز وجل، ربي زكاهم بهذه الخصلة، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ويقولنا سيدنا عليه الصلاة والسلام يقولنا يجيكم زمان واحد عنده مئة من الإبل، تعرفوا الإبل مئة، كيجي بحث على وحدة فيها باش يسافر فيها باش يشوفها، قال مئة من الإبل لا يكاد يجد، ما يلقاش وحدة تصلح. خدش كلمة راجل وتشهد وتقول راجل، نوريلك الرجولة في القرآن برك، إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه، زوج رجال ومعدن صافي ونرحبوا يخلطوا، قالوا مخلوا لي صاحبي،
النبي قالوا خلوا لي صاحبي، اتركوا لي صاحبي أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا تخافش، وما تتقلقش، ما تتحير، ما تضطرب، إن الله معنا. راجل بأتم معنى الكلمة. واللي كان يكلم فيه سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم، يحفظ العهود والمواثيق ويعرف حق الرجال، حق الرجال يعرف عليه الصلاة والسلام. أجيب لك واحد الدليل ونكمل الخطبة على بركة الله. شوف الرجولة، شوف النبي مولي من الطائف، الدم الهم أصابه عليه الصلاة والسلام، حالته تعبانة، وجاي من الطائف، هو راح الطائف قال ربما نلقى فيهم الخير، أهل مكة تسكرت كل الأبواب، منا ما مشاتش معهم أهل مكة، قال نروح للطائف نجرب أهل الطائف. أهل الطائف لقى فيهم الشر أكثر من أهل مكة، سبوه شتموه ضربوه بالحجر بالعصيب، خرج منا خرج جمو لي. قالت له عائشة قالت له اذكر لي يوم في حياتك كان شديدا عليك، يعني نهار ما تنساهش كامل. قال نهار رحت للطائف، نهار رحت للطائف وما فعل بي أهل ثقيف. كي جا مروح حب يدخل مكة، بصح كيفاش يدخل مكة؟ قال واحد قال له روح لفلان قل له محمد يطلب جوارك، يدخل بالجوار. قال له ما نقدرش. قال روح لفلان قل له محمد يريد جوارك. قال له لا أستطيع. قال له روح إلى المطعم ابن عدي قل له محمد يطلب جوارك. قال له محمد يطلب جواري. قال له نعم. مرحبا به. خرج هذا المطعم ولاده رفدوا السيوف وجاءوا للكعبة وقالوا إنا جاورنا محمدا، راه دخل في جوارنا، اللي يمسه راه مسنا واللي أذيه راه أذانا. مشات الأيام هاجر النبي إلى المدينة، جاءت غزوة بدر، كانوا فيها القتلى من المشركين فلان وفلان، والنبي قبل المعركة قال لهم هنا فلان وهنا فلان، هنا يوقع فلان وهنا يطيح فلان وهنا يطيح فلان، كاين فيهم الأسرى تلموا. يقولهم النبي وقرأ هذا في البخاري، يقول لهم لو كان راح حاضر المطعم، هذاك اللي جاوروا في مكة نهار كان النبي قبل ما يهاجر، قالوا لو كان راه المطعم هذاك حي ذوك حي ومات، قالوا محي ويجيني لهنا للمدينة ويقول لي أعطيني 70 الأسرى هذا أعطيهم لي من غير شرط ومن غير قيد ومن أعطيهم لي. قالوا من النبي نعطيهم له. تعرفوا علاش؟ لأن النبي راجل وسيد الرجال ويعرف الحقوق ويعرف مكانة الرجال واش تسوى ويعرف الوفاء ويعرف الأمانة ويعرف أنك إذا تربيت مع واحد 40 سنة تحفظ له هذيك 40 سنة، وإذا تربيت مع واحد في الجامعة 50 سنة وشابت لحيتكم في زوج تعرف له قدره وشأنه، حتى وإن كان بينكم خلاف في مسائل هكذا لكن تبقى محافظ على العهود وعلى المواثيق وعلى الأمانة وعلى العلاقة. شيخ مش سهل باش تقول أنا راجل ولا فلان راجل، خطوة خطوة وبرزانة تتبع الصف. إيه معنيش
رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه من حبه لأصحابه النبي من حبه لأصحابه كان ديما يوصيهم بالخير ويحذرهم من الشر رحمة ورأفة بهم. والكلام الذي قاله لأصحابه هو لأمته إلا إذا ورد دليل التخصيص، أما يبقى الكلام كلام عام لأمته. مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ، معاذ طلب الوصية، قال يا رسول الله أوصيني. ناس يحبوا الخير، يحبوا الجنة، يسقيوا على أمور يسلكوا بها بين يدين ربي، يسقيوا على الصيام، يسقيوا على القيام، يسقيوا على الصدقة، يسقيوا على الإحسان، يسقيوا غير واش يسلكهم برك، يخموا شغلهم الشاغل برك كيفاش يسلكوا بين يدين ربي. فقال أوصيني، أو يطلب الوصية. الجواب يقول النبي يا معاذ، قال اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك أخبرتك بما هو أملك بك من هذا كله، هذا، وأشار بيده إلى لسانه. هذا فوقهم كامل، أملك لك من هذا كله، وأشار بيده إلى لسانه. عندنا رجل أعرابي يسكن البادية يأتي إلى المدينة النبوية، قولوا المدينة وإن أضفت النبوية فهي مدينة النبي. كلمة المدينة المنورة هذه محدثة، كانش عليها دليل ولا، بل هي كلام لبعضهم، لأن دعوة النبي أنارت المدينة وأنارت مكة وأنارت سقاع العالمين جميعا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. والمدينة غالية، المدينة عزيزة، والمدينة هي الدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان، من أحدث فيها أو آوى محدثا فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ماشي يروح برك سكن المدينة، يحب لك، واللي كانوا ساكنينها من قبل منا كانوا هاك يديروا، خاطش المدينة تبعوا المدينة كاين حدود هكذا تعرف بالحرم النبوي، يعني راك داخل الحرم النبوي الداخل، بالك برك تعصي ربي فيه. كاين خارج الحدود، يعني راك خارج حدود الحرم. المدينة السكينة والطمأنينة والهدوء وراحة البال ومجالس العلم وميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان، وش من دار هذه؟ وين؟ إن تقعد الدار هذه المدينة. مال هذا الأعرابي جاء إلى المدينة باحثا عن رسول الله، وره الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه، يسأل عن رسول الله. لما وجده قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. سبحان الله العظيم، هذا ولي كان حرصهم العرب. هذا العربي كان يأكل، كان يشرب، كان يمشي يطلع، صح؟ وش كان همه؟ وش كان همه في الدنيا؟ وش هو همه؟ قال له خبرني بخدمة بعمل به نوصل للجنة، هكذا بهذا اللسان الجزائري البسيط، دلني علمني خبرني بحاجة نوصل بها الجنة رب العالمين. يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال الجواب، قال إن كنت أقصرت الخطبة، يعني الخطبة تاعك كانت قصيرة، بصح اللي سقسيت عليه
شيء عظيم وكبير جدا. اسمع، قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. قال له: أعتق النسمة وفك الرقبة وحدة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن ومر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. دير هذا، فك رقبة، طعم واحد جيعان، اسقي واحد ظمآن، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، فإن لم تطق ولا ما لقيتش ولم تستطيع وش تدير؟ فكف لسانك إلا عن خير. حاجة تاع خير اهدر، ماشي حاجة تاع خير. وها هو رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعلم معاذ بن جبل. هذا كان يحب النبي بزاف، لذلك سمعت معاذ معاذ حتى قال له: والله إني لأحبك. باش يحبك النبي؟ وأبشر، النبي يحبك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإذا حبنا أنا وأنت وغيرنا يحبنا ربي نتابع النبي فيحبنا الله جل وعلا. قال له أن يعلم معاذ أن السلامة والنجاة فاش. قال: في الصمت والسكوت، وأن العبد مؤاخذ بين يدي الله بالكلام، فإذا تكلم فالكلام له أو عليه. قال رسول الله لمعاذ: إنك لن تزال سالما، راك سالم، ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. أقول وبالله تعالى التوفيق، هذه الكلمة إلى الذين يريدون الاستقامة الصادقة، إلى الذين ينشدون السعادة الحقيقية، الذين يطلبون النجاة بين يدي الله يوم القيامة، الذين يبحثون عن سبل الفوز برضوان الله، الذين يسعون جاهدين لدخول الجنة، جنة النعيم مع الأبرار. لن يتم لكم ذلك إلا بما يلي: استقامة القلب واستقامة اللسان وحفظ حقوق الآخرين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد، إيمانك ما يمشيش وما يسلمش وما يكونش مقبول، حتى يستقيم القلب، ولن يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. هذه حقوق الآخرين. واسمع أيها الحبيب وفقك الله إلى طاعته ومرضاته، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبين أن رأس الأمر في الاستقامة على الصراط المستقيم هو سلامة اللسان من الإثم والحرام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم، صبحت طلع عليك ربي النهار، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء، اليد، الأذن، البصر، الرجل، أعضاؤك، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول، هذه الأعضاء تهدر معها كل صباح، تهدر مع اللسان فتقول: اتق الله فينا، خاف ربي فينا، فإنما نحن بك إذا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، فاتق الله فينا. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته. لسان قاطع كالسيف، ولذا عقرب، ثعبان بالسم نتاعه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته.
وفي رواية: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته. كل الجوارح اللي فينا راهي تشكي ربي من اللسان على حدته. قالوا: ضرب اللسان حدته، يقال ذرب لسان الرجل يضرب إذا كان فاسدا. وقيل الضرب اللسان هو الحاد القاطع، وقيل هو الفاحش البذيء الذي لا يبالي بما قال. ختاما للخطبة الأولى، وحده ويقرأ خايف ما يديش بكالوريا، يمكن نروح ندرس منه ولا منا الشبان كي نكمل الحلقة، يجوا هكذاك يبتسموا ربي يحفظهم ويسترهم: شيخ دعينا هذا العام البكالوريا، ربي ينجحكم جميعا. شيخ دعينا هذا العام الأهلية، ربي يوفقكم إن شاء الله. خايفين، والأباء خايفين على أبنائهم وبناتهم. وش خايفين عليهم؟ دعيلهم دعيلهم يوصيوني كل دعيلهم دعيلهم ينجحوا في قرايتهم برك. هذاك هو الصح، هذاك هو الصح، هذاك ماشي هو الصح، هذاك أمر ثانوي. الصح هو دينهم، صلاحهم، نشأتهم الطيبة، عقيدتهم، إيمانهم، إسلامهم، ملتهم، هذاك هو الصح. هذيك أمور ثانوية، هو يقرأ ربي ينجحه وانتهى أمره. تربيته، أخلاقه، أدابه. وش تخلي أنت جبت ولد، وش خليت في أمة النبي؟ خليت فيها حاجة طيبة تنفع أمة النبي، ولا شيء آخر تضر به أمة النبي؟ هب لنا، تقرأ سورة الفرقان، كاين سورة الفرقان كاين. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. في القرآن النمل: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ذرية 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 الطيبة. واحد خايف دوك كلام دوك جديد، خايفين من المستقبل، يعني رايحين يديونا لواحد الواد ما عندوش ساحل. المستقبل تهدر عليه انت، انت دقيقة اللي راك واقف فيها الآن، اللي راك قاعد فيها، ماكش ضامن فيها الحياة من الموت. واش داك انت تهدر على 10 سنين و20 سنة وهني ندير لهم؟ واش دير لهم انت؟ المستقبل، المستقبل حتى ولا الان المستقبل هذا الناس خايفه منه، حكمك حكمه كروشه. المستقبل المستقبل المستقبل. قال ابن القيم: الدنيا 3 ساعات، ساعة مضت خلاص راحت، عندك 50 سنة مضت راحت، وساعة قادمة الله أعلم بما فيها، وساعة حاضرة. عيش الساعة الحاضرة اللي راحت، سل ربي فيها العفو العافية، واللي هي جاية وش دخلك فيها؟ وش تعرف انت وش كاين فيها؟ من يعلم الغيب؟ تحدث عن الساعة الحاضرة. واللي عنده شي مشكلة، واللي عنده شي ملمة ألمت به، كمرأة لا تلد مثلا، ورجل لم يوفق في التجارة، وهذه لم تتزوج، في هذه الملمات وهذه الذائقة وهذه الساعات، ما نروحوش للسحارين، وما نروحوش للعرافين والكهانين يقولوا روح الطالب يداويك. الطالب يداويني؟ يداوي عمره الطالب هذا؟ روح يدير لك الحجاب تبرى، يديروا لعمره الطالب. روح للطالب يكتب لك ويدير لك اليقشة ويدير لك الزمياطي ويدير الطالب يدير لي. الطالب يندب في عمره، هو راه حاير في عمره، والطالب يعلم الغيب، والطالب يملك لنا النفع ويملك لنا الضر. الطالب هذا السحرة، الكهانين، القزانين، سحب خط الرمل، سحب الكارطة. هات يدك نقرأ لك. وش تقرأ لي؟ تقرأ لعمى يعميك؟ وش تقرأ لي في يدي؟
تقرأ اللي أنت في يدي، ماذا تقرأ؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وراي العقيدة جماعة اللي راي تقول لا إله إلا الله بلسانها، ذاقت عليها الأمور يروح يجري، واحد الشجرة واحد الحجرة واحد القبر واحد الحديد وواحد البنوات فوق السطح الفوق وواحد في الشوك هذا التوحيد الذي دعت إليه رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فوق عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي له مع الله. ضاقت الأمور، جاءت الملمات، الساعة العصيبة الرهيبة، شنديروا؟ ظلوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، السلاك كامل والنجاة كامل. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي عبد الله بن عباس كان قد هذا الشاب هذا، قال الغلام، قال له ارواح، قال له شوف، احفظ ربي يحفظك، واحفظ ربي تجده تجاهك. شوف، قال له اذا سالت اسال ربي، واذا حبيت واحد يعاونك وتطلب الاستعانه اطلبها من ربي. قال له واعرف باللي الامه كلهم كاع كيجتمعوا باش ينفعوك بشيء، لا ينفعك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك. وقال له اسمع مليح، قال له والأمة إذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، سحارين خربوا البيوت، دمروا العائلات، فرقوا بين الأرحام، هبلوا الناس. كاين الناس برا يتمشي هبلت، ما همش مراض، والله ما هم مراض، هبلوهم بالسحر، هبلوهم بالشعوذة. بنات زواج ما مشاش، وش بيهم؟ لبس عليها اللي يشوفها يطمع فيها، وجه الله يبارك امراه حسناء وجميله وانت على دار واصل ما تزوجتش. علاش؟ اكتب بسحر اسحر اسحر. علاه؟ ومن اتى العراف ورح للقزان وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. لا تامنهم، كذابين دجالين يبتزون أموال الناس. هات، مش عندك؟ ما عنديش، عندي هاد المسايس تاع الذهب حطيهم، ندير لك الحجاب وتتزوجي. تسمع مسكين الزواج، تنحي المسايس وتحطهم. مش عندك؟ ما عندي والو، عندي غير هاد السنسلة، نحيها، ما كيش تولدي دوك تولدي حط. كذابين. ومن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. والمرأة لبس عليها تقول لأرواحي أنا نديك، وين تديها؟ ديال جهنم. تقول لروحي نديك وراكي تولدي وراكي تتزوجي وراكي تديري، وين تديها؟ ديتها عند العالم الفلاني يقولها أرواحي أحرصي على صلاة الليل والدعاء في الثلث الأخير وربي يستجب لك دعوتك وتتزوجي وتولدي. تديها عند قزانة من القزانات وساحرة من الساحرات، أعوذ بالله، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من هذا الخوف تاع المستقبل هذا؟ غير خلينا من امحي هذا الكلام، امحي. ساعة حاضرة. هذا واحد الصحابي يقول له سفيان بن عبد الله جاء للنبي قال له حدثني بشيء أعتصم به، أعطني حاجة نشد فيها. عباك كاين الحبل هذا تاع الدنيا ياكلوا المقص والمنجل، بصح حبل الله المتين ما يتقطعش، باش تعتصم انت؟ واعتصموا بحبل الله. قال له حدثني بشيء اعتصم به نشد حاجه صحيحه متينه. قال له بلسان قل امنت بالله
وبالجوارح استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ثم يا أخوي العزيز الغالي، قال عبد الله بن سفيان، سفيان بن عبد الله، قال واش تخاف عليا؟ هو يسأل الرسول، قال له يا رسول الله واش تخاف عليا؟ قال له النبي تعرف واش نخاف عليك؟ دار النبي هذا وحكم الطرف نتاع لسانه وجبده هذا، قال له النبي هذا اللي نخاف عليك، هذا يديك للجنة. صح، هذا إذا كان عقرب وكان ثعبان يديك للنار، فما أخوف ما تخافوا علي. وفي حديث آخر، وبالمناسبة من اللي بدأت الخطبة للآن أراني ما ذكرتش حديث ضعيف ولا فيه كلام، تهنى روح مضمون بإذن الله. حديث واحد آخر قال لهم أخوف ما أخاف على أمتي منافق فصيح اللسان يدوخكم يحيركم يهولكم. كي يكون يتكلم بلسانه ومظهره تخلي عنده الأمانات والودائع، وتقول له انت يا انت من أهل الجنة، وانت شيطان رجيم في مخبره، ملك كريم في مظهره بلسانه، شيطان رجيم في مخبره، منافق عليم اللسان. شيخ تحب الجنة إلا في الخير، شيخ تخاف جهنم إلا في الخير، الصادقون المخلصون. أسألك ألا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا في الآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى. الخطبة الثانية جبت فيها أدلة باش نتكلم في واحد الموضوع، شفت الساعة الحالة مشات، خلصت الخطبة الثانية. واحد قاعد في داره، هذا حديث نجيب لك، قاعد في داره يكذب كذبة هو يسكن فرويسو، كي يكذب الكذبة تطلع البير خادم. الطريقة دي نحفظها مليح شوية، تاع الغرب نحفظها وتاع الشرق نحفظها، يعني نسيح في الأرض ونمشي ونشوف ونسمع ونتعلم. مبير خادم يهبط لتحتها واد الكرمة بابا علي، يمشي يدخل ولاية البليدة بالكذبة تاعو. دوك نجيب لك الحديث، من البليدة يمشي طاح في عين الدفلة، جاب غليزان، في غليزان تفرق، يكمل الطريق السريع ولا يدور المعسكر والسعيدة وبوكطب الخيثر وبوكطب ومشرية ويكمل ويروح للبيض، ولا منا يكمل غليزان يخرج الطريق مستغال تبقى هكذا، يروح حتى بالعباس بالعباس تلمسان يوصل حتى للحدود. يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. آفاق صح اللي قالوا كذب، والناس سمعت وصدقت. وحنا اكتو الجامع هذا، اكتو معمر هنا وهنا وهنا ولتحت ترفد الغربال وتبدا تصفي فينا. وقتاش كيجي الخبر في حادثه في نبأ يبدا الغربال يغربل. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل تأكدتم من صحة الخبر المنقول؟ أصحاب المواقع اليوم هذو الهواتف المواقع والتواصل، خبر على خبر صحيح الخبر. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الرجل في الدار، أنا في الدار خويا يرفد لي الهاتف، قال لي سلام عليكم، سلام
قال لي الله أكبر. قلت له غير الخير، أنا حسبك شما كاين الوالدة. قلت له غير الخير. قال لي يوم صلوا المغرب في مسجد، ما نقول لكم شوية، الإمام مر المغرب يقول لهم فلان وافته المنية، راه مات، دار حادث مرور ومات. أنت إمام؟ قلت له أنا حي أرزق. يرفض خويا الهاتف للسيد، قال له خويا راه حي يرزق. كيجيكم الفاسق واليوم اليوم التواصل، واللي راهم يهضروا في التواصل، واللي راهم يبلغوا، كاين واحد هذا الإمام وهذا وهذا اللي قرأوا علم الحديث، وانا قريت علم الحديث. كان لما وصلنا للحديث صح، كاين واحد المسألة اسمها العدالة. العدالة يعني رجل عدل. واش معنى عدل؟ يعني فيه ملكة تحمل صاحبها على ماذا؟ على تقوى الله، وأن يكون سالما من خوارم المروءة. زمان في السلف الرجل كان يصيب راسه عريان ما يديوش حديثه، وكان يلقاه ياكل واقف ما يدوش حديثه، وكان يلقاه يلعب كشي ما يدوش حديثه، كانوا متشدين. اليوم اليوم يتكلموا، نسألوا عن أمرين، عن العدالة والسلامة من خوارم المروءة. اليوم يتكلموا هذا الإمام البخاري ولا حماد بن سلمة ولا سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري ولا عبد الله بن معين ولا أحمد صاحب المسند ولا الإمام مالك صاحب الموطأ؟ العدول، الثقات، نقلة الأخبار. وقديما قالوا آفة الأخبار في رواتها. الإمام مالك كان يقول حدثني يحيى الليثي قال حدثني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر. سلسلة في الحديث كنا نقرأ صغار، السلسلة الذهبية، هذوك الرجال من الذهب، ذهب صافي، ما فيهمش واحد متهم في العدالة نتاعو ولا فيه خوارم المروءة، سالم سالم. ولهذا الأمة هذه ربي كرمها بالإسناد، قال حدثني، حدثه نعم حدثه، قال سمعت نعم سمع منه، قال حدثني. كين في رجال الموطئ في الثلاثيات ثلث رجال توصل إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخبار المنقولة والأنباء التي تصل، من نقلتها؟ شكون من ينقلها؟ آفة الأخبار في رواتها، كفى بالمرء إثما ذنبا جرما عند الله ماذا؟ أن يحدث بكل ما سمع. قال وين قال؟ هو ما قالش، هو لا يعتقد هذا، وراك صنفته وراك حطيته هنا لأنه لا ينتمي إلى جماعتك، ولأنه ما عندوش الولاء والبراء لك ولغيرك، هو ولاؤه وبراؤه لله. فقلبك المليء بالضغينة المعمر بالحقد على فلان جعلك تصنفه وتقول فيه ما ليس فيه. كفى بالمرء إثما كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اللهم نبهنا من غفلتنا. تعرفوا شكون المجاهد؟ كان المجاهد اللي يرفد السلاح في ساحة الوغى، الرصاص وراه يتخبط الدنيا، هذو كفار ذو مسلمين. كاين مجاهد واحد آخر، من جاهد نفسه في الله، يقول له بالدين الجهنم، بالدين الجهنم، انت وراك رايح بالدين الجهنم. شاف عمر شاف ابو بكر يقول له واش الدين، وين تدين انت؟ قال له مه، واش بيك عمر؟ ابو بكر يديرها وين راك؟ قال له عمر مه، وين واش بيك واش صرا لك؟ قال له يا عمر هذا أوردني الموارد، هذا اللي يديني. تعرف شكون هو يقول هذا الكلام؟ ماشي أصحاب المواقع، هذا يقول له أبو بكر الصديق. تحركوا، إيمان، عمل صالح، صلاة في وقتها، قرآن، تزكية نفس، سلامة صدر، صدق اللسان، صدقة، قرآن،
قيام الليل معروف إحسان، خبيئة من عمل صالح لا يعلمه إلا الله. تعرف المدفع، حط في فم المدفع وادفع، ما عندك ما تدير بهم. عول على نفسك، وليداتك، زوجتك، صلاتك، صفك الأول، المصحف نتاعك، أخلاقك، آدابك، تربيتك، إحسانك، معروفك، علمك، دعاؤك بالليل بالنهار، تسبيحك، هذا هو نجاتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. خاوتي في غزة، الله ينصرهم والله يثبتهم والله يسددهم، الله ينصرهم والله يثبتهم والله يسددهم. آوهم إنهم بلا مأوى، أطعمهم يا رب إنهم بلا طعام، أسقهم يا رب إنهم بغير شراب. ثبت أقدامهم، تقبل شهداءهم، داوي جرحاهم، عافي مبتلاهم، سلم أصحاءهم، أربط على قلوبهم يا رب العالمين. ستعود يوما هذه المقدسات الضائعة، ستعود يوما إلى الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصدقائنا وأحبابنا وجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.